اليوم كان ثاني وحدة تدريبية لمنتخبنا الوطني في محافظة أربيل وبقيادة المدرب السلوفيني وأكثرية اللاعبين المتواجدين. وغدا ستكمل عدد اللاعبين اللي ما كانوا متواجدين أمثال علي عدنان وأمجد عطوان وبعض اللاعبين الآخرين، غدا سيلتحقون بالمنتخب، ويوم يوم الجمعة سيسافر المنتخب إلى الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي الشقيق يوم 10 من الشهر القادم. وأتمنى من الجميع أن يكونوا مساندين لنجاح الكادر التدريبي والمنتخبنا الوطني. يعني بتدري المعسكر بدأ اليومين في أربيل، والحمد لله أنه اللاعبين والمدربين كلهم يتمتعون بصحة جيدة، وأعتقد بداية جيدة إن شاء الله تكون، وبدأت خير تكون للمنتخب الوطني. مثل ما تعرف احنا عندنا مباراة يوم 10 من هذا الشهر مع منتخب الكويت، فبدأ من اليوم انه السيد المدرب ان يعطي الافكار التكتيكية او طريقة اللعب للمنتخب الوطني، وان شاء الله فمرور الايام ويراد لها تعرف يعني وقت اطول انه هضم التكتيك لاي فريق كان، فان شاء الله تكون هاي البداية بداية جيدة وبداية خير للمنتخب الوطني العراقي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أكيد اليوم أول وحدة تدريبية، ثاني وحدة تدريبية للمنتخب الوطني. اليوم التحقنا بالمنتخب 5 لاعبين من نادي الشرطة، تنتظرنا مباراة الكويت، مباراة مهمة علينا احنا كلاعبين نقدم مستوى يليق بسمات الكرة العراقية ونفرح الجمهور العراقي انه يستمتع بهذه المباراة. طبعا مثل ما تعرف احنا تنتظرنا بطولة مهمة مثل بطولة آسيا التي ستقام في الإمارات. طبعا استعدادات جيدة، مباراة جيدة، مباريات جيدة سوف يعني نلعب هذه المرحلة. مدرب جيد، مدرب يعرف انه كل اللاعبين لاعبين مغتربين، لاعبين محترفين، لاعبين محليين. يا رب ان شاء الله نقدم مستويات تليق بسمعة الكرة العراقية، والتوفيق ان شاء الله للجميع. قبل كل شيء طبعا احب ابارك الكادر التدريبي على مهمته الجديدة، فان شاء الله يا رب تكون مهمة ناجحة، وان احنا كلاعبين وللاتحاد وللجمهور العراقي. فاعتقد المهمة مو صعبة، لكن ان شاء الله يا ربي احنا بتكاتف الجميع. عندنا مباريات ودية هاي الاسبوع وبعدها قبل شهرين قبل لا ندخل امم اسيا، كل تحضيراتنا الى امم اسيا. فان شاء الله يا رب احنا مع الكادر التدريبي ان نخطط للامور الايجابيه. اعتقد في عالم كره القدم يجب ان انت تنظر الى الامام، فاتمنى يا رب نطوي صفحه الماضي ونعمل مع الكادر التدريبي الجديد ونقدم فشي يليق بينا احنا ويليق بالكره العراقيه.